شمس وقمر ونجوم ومية وهوى وقلوب تدوب متوب في ليل الهوى. شمس وقمر ونجوم ومية وهوى وقلوب تدوب متوب في ليل الهوى. وعيون تضم الكون وتحلم سوا حاجات لا بتنبرى ولا بتنشرى. ياللي تقول ان الحاجة ومال حاسب لا تبني قصور رمال عالرمال. ياللي تقول ان الحاجة ومال حاسب لا تبني قصور رمال عالرمال. بإيه يفيد المال إذا الضهر مال علي خسر روحه وطغى وافترق. دنيا وناس في التهم اتبعترة أحلام في الدنيا دي إيه يا ترى. دنيا وناس في التهم اتبعترة أحلام في الدنيا دي إيه يا ترى. حاجات كتيرة كبيرة وصغيرة. ياللي تقول ان الحياة مال وجاه حاسب لا تتشرط في كل اتجاه. ده الحب هو وبس بر النجاة. واحلى ما في الدنيا مهما جرى دنيا وناس في التهم اتبعترة احلى ما في الدنيا دي يا ترى. دنيا وناس في التهم اتبعترة أحلام في الدنيا دي يا ترى. حاجات كتيرة كبيرة وصغيرة. ترى ولادي استقبلوني ازاي؟ زعلانين مني ولا وحشاكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
مين اللي جوه؟ مين اللي في اوضه الست اسرائيل؟ لو كنت انس ولا جان، عليك السلام. انا مديتك الامان، انا قلبي هيقف. بسم الله بسم الله، الله اكبر. كمان وحشتيني، وحشت بيتك. والله وحشني بيتي فعلا، وحشتوني، وحشني البيت، وحشوني الاولاد. هما فين؟ سي حسام والست منال لسه ما رجعوش، وسرياط بقى ماله؟ اسكتي اسكتي، ما خلاص هيبقى اب. ما انا سامعاك وانت بتزغرطي. المهم هو مبسوط؟ مبسوط قوي، والفرحه مش سايحاه. يا رب سعده وطعمه يا رب. مالك يا اختي؟ في ايه؟ اوعي يكون الحاج عالي مزعلك ولا حاجه. علي ده علي بيتمنى الرضا، ده عايز يبوس الارض اللي بمشي عليها. يا اختي بركه، واحنا عاوزين ايه اكتر من كده؟ الله، مالك يا عيني؟ في ايه؟ فكي عن قلبك وقوليلي. ايه يا فاطمه، انت مش عارفه النهارده الخميس؟ طب وايه يعني الخميس عن بقيه الايام؟ يعني كاتب كتاب يوسف النهارده. طب واحنا مالنا؟ طب ما انت على ذمه راجل برضه. بس ما تقولوش راجل. ايه قصدك؟ ايه هو انا يلزمنا اي راجل بعد يوسف؟ بقولك ايه، خلي بالك بقى من روحي. ايه طب ما انت يا اختي قاعده 5 سنين من غيره، ايه اللي استجد يعني؟ ايوه بس كان قدامي، كنت حاسه انه مستنيني زي ما انا مستنياه، على امل انه هيتلفت حواليه، مش هيلاقي حد، هيرجع لي ويرجع لاولاده. لكن كده خلاص بقى له بيت، وقليل ما خلف له كمان عيل، ونسينا خالص وشلنا من دماغه. يا حبيبتي يا نور عيني، فهميني بس، انت سبت جوزك وجيتي هنا ليه؟ انتوا اتخانقتوا؟ الواحد ما بيرتاحش الا ببيته. وما تقوليش لحد ان انا موجوده هنا. بالليل بقعد مع اولادي. بالليل؟ يهاه، الله. وجوزك؟ ما قلتلك سيبيني بقى يا فاطمه. ها يا سيدي، وعايز تسمي ايه بقى؟ قول نفسك في واد ولا بنت؟ لا، النوع ده بايد ربنا سبحانه وتعالى، ملناش اي دخل فيه. خلينا احنا في الاسامي على قدنا، ولو ان الاسم برضه بيبقى مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى. الاسم اللي تختاره نبيله انا موافق عليه. ربنا يخليكوا لبعض وتملوا البيت عيال يا رب. انا المهم عندي نبيله وصحتها، وانا عمري ما هتعب طول ما انت جنبي. عيني يا عيني، يلا يا ست نمشي عشان ما نبقاش عم ننزل عوازل. مش لما نشرب الشربات. انا عارفه الست فاطمه بتعمل ايه ده كله، ما قلت لها اعمله انا؟ زمانها جاي يا ماما. يا رياض، احنا اتاخرنا قوي على كتب كتاب عمي. يا ده انا كنت هنسى. بصي بقى، انت خليكي وانا هروح. لا، كله الا عمي يوسف، انا ما اقدرش اتاخر عليه في اي طلب، حتى لو كان اخر يوم في عمري. هتشر عليك يا حبيبتي، بس انت تعبانه. لا لا، انا هبقى كويسه ان شاء الله. خلاص ما يجراش حاجه، خدها معاك في العربيه وامشي على مهلك. ايوه، تمشي واحده واحده. هو كاتب الكتاب فين يا برود؟ سيده نفيسه ان شاء الله، رضي الله عنها. طيب انا هحاول اطلع من المكتب على هناك عشان عايز ابارك للاستاذ يوسف. تشرف وتأنس. هو حسام مش هيروح ولا ايه؟ والله انا اكدت عليه، بس يا رب ما ينساش. ادي شربات الحمل، عقبال المغاد بتاع الولاده يا رب. مبروك يا رايس. مبروك يا رايس. الله يبارك فيك. رايس ايه؟ تقصدونا احنا يعني؟ ايه يا عمي انت نسيت، ده احنا لسه كاتبين الكتاب في سيده نفيسه دلوقتي. مبروك عليك انت الخبر الجميل اللي سمعته. الله يبارك فيك يا عمي. الواد يعني لسه بيفكر يجي الدنيا، ينزل يلاقي جده عريس. ما هي دي حلاوتها يا عم، عشان يتعلم ما يضيعش وقت. مراتك مش حلوه وبس يا رياض، ودمها خفيف كمان. وصممت تيجي يا بابا لحسن حضرتك تزعل. ليه كده بس؟ حرام عليكم، تعبتي ليه نفسك يا نبيله؟ يا خبر، وانا عندي عز منك ولا من عمي؟ نتعب لك وما تقومي بالسلامه ان شاء الله. رياض يا قلبك يا اخي، امبارح مشيت في جوازه امك، والنهارده تمشي في جوازه ابوك. هنعمل ايه بس؟ والله الاولاد دول تعبونا قوي. سلوى خلي بالك من تيتا. يا ستي ما تخافيش، خلي بالك انت بس من نفسك.
ألف ألف مبروك يا مجد. الله يبارك فيك يا ماما. سلوى صحيح أنا نسيت أقول لك حاجة. إيه بابا؟ شكلك مستعجل قوي عشان تروح البيت. باين عليا يا ولد. لا 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 ما تقلقش، أنا الوحيد اللي واخد بالي. كويس. حسام. أيوه يا بابا. عملت لي إيه في حجز أوتيل الفيوم؟ أه يا بابا تمام، كله تمام، سويت. هتغيبوا علينا كتير؟ لا طمني. الفلوس اللي معانا يا دوب تكفينا أسبوع عشان. احضر لك العشاء؟ لا ميرسي يا دادا. هي شقه بلبله وبريد مضلمه ليه؟ خرجوا. راحوا فين؟ ما النهارده كانت بكتاب ابوكي. هو النهارده؟ طيب اعملي لي ونبي يا دادا. مين اللي في اوضه مامي؟ النور منور ليه؟ هي مامي نفسها. مامي؟ 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 حبيبتي يا مامي انتي نايمة؟ بتعيطي يا مامي يا خير؟ مالك يا ماما؟ ده فاطمة يا ده فاطمة. في ايه؟ ماما مش عارفة مالها. مالك يا حبيبتي في ايه؟ مالك بس يا امي؟ في ايه؟ مين اللي زعلك بس؟ طب روحي هاتي كوباية مية بس بسرعة. حاضر. بس بقى يا حبيبتي بس تعالي يا حبيبتي بس كفايكي بقى، استهدي بالله. ما خلاص انت هتفضلي تعملي في روحك كده لحد امتى؟ اتفضلي اشربي. لو تفهميني بس في ايه؟ مال فيكي ايه الراجل المتوحش ده؟ مفيش حاجة يا بنتي، مفيش حاجة. أمال في إيه بس؟ طمنيني سيدي. طبعًا اللي يشوفني طالع قدامكم كده ما يقولش عليا جنتلمان خالص. يا سيدي نبيلة زي أختك، يعني مفيش حد غريب. لا يا إكسلانس من فضلك ما تمسحهاش في الأخوية. بلبلة دي ليها ظروف خاصة، دي شايلة لنا جعلس أفندي. الله يبشرك بالخير يا حسام. جعلس؟ ما لقيتش اسم قشك من كده شويه؟ لو مش عاجب الجعلس فيه الدياسته، وبعدين القشك لسه ما نزلش، هي دي الاسماء اللي موجوده في السوق حاليا يعني. ما تيجي تسهر معانا يا حسين. لا يا عم، انت عايز بالبوله تقتلني ولا ايه؟ دي هتموت نفسها تنام اهي. لا انا مش هنام دلوقتي، هات منال ودادا فاطمه وتعالوا اسهروا معانا. هستناكوا. ها؟ خلاص ماشي. يا منال، منال حسين، تعالى يا حسام الحق ماما. ماما ماما، مالك يا ماما؟ في ايه؟ في ايه؟ انت
في ايه؟ ايه اللي حصل يا خاله؟ وجت امتى؟ العصرية. ألف سلامة عليك يا ماما. طب ليه ما قلتليش يا خالة؟ أنا اللي قلت لها ما تقولش. ما تفهميني يا ماما إيه اللي جرى؟ إيه يا أمي؟ الراجل اللي اسمه علي ده عمل لك حاجة؟ بالعكس يا حبيبي، ده أنا بعته عند ولاده يشوفه عشان أجي أقعد معاكم يومين. وحشتوني، وحشتوني أوي. لسه زعلان مني يا حسام؟ أنا عمري ما أقدر أزعل منك يا ست الكل. أنا بس صعبت عليا نفسي أوي. دي أول مرة تضربيني بالقلم. أنا عارف إن أنا غلطت، بس ما كنتش متخيل أبداً إنك أنت ممكن تتجوزي وتسيبينا لوحدنا. بس خلاص مش مشكلة، المهم عندي سلامتك. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل. معلش يا حسن، ما تزعلش مني، كان غصب عني، غصب عني. وحشتني يا ولا بروز الدنيا تساوي لحظة وأنا قاعدة في وسطكوا كده. ربنا يخليك لينا يا ست الكل. ربنا ما يحرمك منهم ولا يحرمهمش منك أبدا يا رب. الناظر 20 جنيه والوكيل 15 وأنا 10 وقبل فادية 10 وقبل ليلى 10 يبقوا يساووا ليلى 10. ايه حكايه العشره دي؟ كل واحد من الفراشين والدادات 2 جنيه. ايه الموضوع يا استاذ رضوان؟ 10 بتوع ايه؟ بحسب تكاليف الهديه. هديه؟ هديه ايه يا ستي؟ الهديه اللي هنجيبها للاستاذ يوسف وابله ماجده. يا استاذ رضوان انت بتقطع ليه؟ بتاعت ايه الهديه دي؟ الاستاذ يوسف اتجوز ابله ماجده. والله العظيم فرحتني يا استاذ رضوان. طب هم ما قالوش ليه؟ مش عايزين يكلفوا حد حاجه، بس احنا مش هنسكت، هنجيب لهم هديه برضه، مش دي الاصول؟ طبعا ده الواجب. خد العشرة جنيه بتاعتي اهي. بس هنجيب لهم ايه؟ ده بقى يتوقف على قيمة المبلغ اللي احنا هنلمه، بناء عليه تتحدد الهدية. وانا بقى مستعدة من بكرة انزل ادور لهم في البلد كلها لغاية ما اجيب لهم احلى هدية تعجبهم. درس انجليزي اه فهمته كويس قوي، بس كان سهل، بس ما روحتش رجعت عليه تاني. انا عن نفسي لما بسمع الشرح مرة من استاذ مجدي خلاص بيدخل في دماغي. يا سلوى، يا سلوى استنوا ثواني. ايوه استاذ رضوان. ازيك يا سلوى يا بنتي؟ ازاي حضرتك؟ انا كويس. وازاي ماما وبابا؟ بابا قصدك بابا يوسف؟ طبعا، هو في احسن من كده بابا؟ بصراحه ما فيش، عندك حق. المهم هم اتصلوا بيكي؟ اه وكويسين قوي الحمد لله. ربنا يسعدهم يا رب. عارفه يا سلوى، انا اللي كنت السبب في الجوازه دي. انا جريت في جوازتهم دي اكتر ما جريت في جوازتي انا شخصيا. ربنا يخليك يا رب، وعشان كده غلاوتك زادت عندي. ربنا يخليك يا بنتي. المهم هيجوا امتى؟ لحسن الهديه اللي عندي قربت تحمض. لا اطمن، مش هتلحق تحمض، دول هيجوا النهارده، دول حتى يمكن يكونوا وسط. صحيح، ربنا يفرحك يا رب عقبال ما نجيلك كده بيتك يا سلوى يا بنتي يا رب. على فكره يا سلوى، انا لو كان ليا ابن كبير كنت لازم اجوزه لك فورا. يا استاذ رضوان بقى عايز تمشي في جوازتين مره واحده، البنت ومامتها؟ لا ما هي خساره بقى، ما ينفعش. الواد صلاح ابن الكبير في تانية اعدادي. يلا حبيبتي بقى انت شوفي زميلاتك وانا هروح انشر الخبر في المدرسه عشان نشوف هنروح نبارك لهم امتى. ماشي. يلا يا سلام. اتفضل الشاي. تسلم ايديكي. ده ايه الرضا ده؟ انا راضيه من غير ما تعمل كده. ما انا لازم اعمل كده، بس حلوه قوي وانت مكسوفه. اقعدي اقعدي. انا هتصل بسلوى لحسن، وحشتني قوي، عايزه اطمن عليها. خليها تيجي فورا. يعني مش هتتضايق؟ اتضايق؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت ما تعرفيش معزه سلوى عندي قد ايه؟ صحيح يا يوسف. ايه اللي صحيح؟ طب ده انا ببيض الشقه، أكتر أوضة اهتميت بيها هي أوضة سلوى، وديك شفت أنا عملت فيها إيه؟ بصراحة اتجنن. أنا ولا الأوضة؟ أنتوا الاتنين، بس طبعًا أنت أكتر. أنا اتأكدت دلوقتي إن الحاجة كانت داعية لي. الو. ايوه يا ماما يا حبيبتي،
وحشتيني وحشتيني قوي يا بنتي. هتجننيها. ايوه حبيبتي، انا لسه راجعه دلوقتي من المدرسه دي. المدرسه النهارده اتقلبت، الاستاذ رضوان قال الخبر في النشر وكل الناس لموا حواليا وفرحانين قوي وكلهم عايزين يجوا يباركوا لكم. يا ساتر يا رب على رغيك يا بنتي، اديها فرصه تتكلم. بجد يا ماما؟ صحيح حاجه عايش معاكم من النهارده؟ ايوه يا ماما، بس انا خايفه لحسن بابا يوسف يتضايق. ده هو اللي قال لي خليها تيجي، ده محضر لك حته اوضه تجنن. صحيح يا حبيبي يا بابا يوسف. يلا كلميه، هو عايز يكلمك اهو. صباح الخير على ست البنات كلهم. صباح ايه بقى، قول مساء الخير. هو الوقت مع ماما بيعدي بسرعه قوي كده ولا ايه؟ عفريته انت باين عليك حكايه. بقولك ايه، انا اخر النهار هعدي عليك بتاكسي، تجهزي شنطك وتيجي معايا عشان ما يصحش بنت حبيبتي تبقى قاعده في شقه لوحدها بعيد عن ابوها وامها. يا حبيبي يا بابا، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا، ده حضرتك زي ما تكون حاسس بيا، تيتا عايزه تسافر وتخلص مني. لا لا خلاص، انت هتيجي تقعدي معانا هنا وان شاء الله مش هتمشي من هنا الا على بيت عريسك على طول. يلا جهزي نفسك وقفلي الشنط عشان التاكسي هيبقى واقف تحت. ماشي. الله الله الله، ايه العظمه دي كلها؟ عشان ماما اول مره تتغدى معانا. امال هي فين يا حبيبتي؟ ده فاطمه راحت تندهلها هي وحسام. طب ومنال؟ انا هندهلها بنفسي. يا موني موني. يا امي يا امي يا حسام. ايوه يا رياض انا جاي. اتفضلي يا امي، اتفضلي يا حبيبتي. الله، ايه السفره الجامده دي؟ ده ايه ده؟ ايه ده المواهب المستخبيه دي كلها يا بلبل؟ بالهنا والشفا، بس يا رب بقى اكلي طعمه يعجبكم. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. دي يا حبه عيني واقفه من النجمه في المطبخ، عماله تطبخ وتوضب الحاجات الجميله دي وتقول علشان ماما جايه تاكل معانا النهارده. ايه يا بلبل، ما تقعدي يا حبيبتي، واحنا يعني مش هنعرف نحط نفسنا ولا ايه؟ حاضر حاضر، ممكن تدوقي ورق العنب ده يا ماما؟ لا 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 لا، ما تحطليش، انا ماليش في الاكل ده، انا اصل واخده على الاكل النظيف بتاع فاطمه، ماليش في العك ده. وانا اكلي مش نظيف في ايه بس يا ماما؟ ليه كده بس يا امي؟ حبيبتي تسلم ايديكي، والله اجمل واطعم اكل دقته في حياتي بجد يا نبيله، الاكل زي الفل، تسلم ايديكي. بقى انا اعرف اعمل الاكل القبهه ده ابو ريحه تجنن ده، ده انا اكل كله عك في عك، ربنا يستر. الله يكبر بخاطركم. طب ايه رايك بقى ان الاكل اللي بتعمليه العك ده هو ده اللي بيبقى على قلبي زي العسل وما بيعجبنيش غيره؟ كده بس يا امي، حرام عليك. هو ايه اللي ليه؟ اكله مش عاجبني، اقول حلو عليه بالعافيه ومن ماله ولا هناله؟ ايش حال ان الملوخيه ساقطه في قعر الطبق؟ يا شيخ اوعي كده، دي حاجه تعلي. كلكم بيني وبينك الاكل حلو. انا باكل وانا بطلت. حقك عليا انا، والله يا حبيبتي انا ما عارف اقول ايه، من ناحيه ان ماما غلطانه فهي غلطانه فعلا، لكن هي امي، يرضيكي يعني اتخانق معاها؟ لا طبعا ما يرضينيش. تسلمي لي يا حبيبتي، يسلم لي ذوقك، تسلم لي ايديك الحلوه اللي عملت لي احلى اكل في الدنيا. انت عارفه ان حسام ومنال لسه قاعدين لغايه دلوقتي على السفره بياكلوا؟ عاجبهم الاكل قوي بصراحه بقى، ولا اجدع شيف في الدنيا يعمل الاصناف اللي انت عملتيها. انا مش عارفه ليه ماما بتعمل معايا كده، مع اني بعمل المستحيل عشان ارضيها. وضع طبيعي يا حبيبتي، يعني اي ام في الدنيا بتعمل كده مع مرات ابنها البكري، لانها بتحس انها خلاص مكانتها عنده راحت، وان مراته بقت كل حاجه في حياته، وخصوصا بقى لو عارفه ومتاكده انه بيحبها وبيموت فيها زي حالتي كده. ربنا ما يحرمني ابدا من ابتسامتك الحلوه دي. لا لا والف لا كمان، حرام عليكي، ايه اللي انتوا بتعمليه ده؟
ده جبر الخواطر على الله. ايه هي كانت عملت لك ايه يا شيخ؟ حرام عليكي، ده انت لو تعرفي هي عملت ايه مع اولادك وانت غايبه كنت تشكريها. طبعا ما لازم تعملهم كويس عشان تحل محلي وتبقى هي صاحبه البيت. ما هو شغل التعابين ده انا فاهماه، لكن على مين؟ شغل تمسكن لما تتمكن بقى بنت رمزيه الخياطه تعمل عليا انا الشويه دول؟ لا يا حبيبتي. حرام عليكي، ده البنت بتحبكم قوي، ده البنت طيبه وجدعه. بأمرت ايه؟ بتحبنا بأمرت ايه؟ بأمرت ابني اللي مرضتش اجوزه لها من 10 سنين، ولا بأمرت خالتها اللي خلت ابن عمها الصايع كان عايز يضربني بمية النار في وشي عشان يشوه لي وشي؟ بقولك ايه، انت ست طيبة، خليكي في حالك، خليكي في الثوم والبصل والقوطة اللي بتقشريها، يعني اطبخي وشمي وبس كده برضو. يعني انا ما بعرفش الا في كده بس. طيب يا ست سرية كتر خيرك، بس ما تنسيش بقى ان احنا متربيين سوا. انت هتنقطيني؟ سبحان الله، انت الوحيده اللي بتقعدي تكلميني وتراجعيني، ما بقدرش اقول لك حاجه، وبرضه بحبك وما استغناش عنك. ما ديك يا اختي استغنيتي ورحت عشتي مع الحاج عالي في بيته. اسكتي وقطع واتمسح اسمه، ما تجيبليش سيرته، بيجيلي حساسيه. انت عارفه ان انا بحبك وماليش حد في الدنيا غيرك، كان لازم اسيب العيال معاكي عشان تخلي بالك منهم، وبقى انا مطمئنيه عليهم يا فاطمه. الو، مين؟ علي؟ ايه اللي جابك كده؟ قصدي جيت بسرعه ليه؟ ايه عاوزني اجي؟ ايوه قلبي، ايوه لافلي، تيجي لجوزك اللي بيحبك ويتمنى رضاكي. بالليل؟ بالليل ايه بقى؟ انا جاي من اخر الدنيا وسايب مالي وحالي وجاي على ملا وشي عشان املي عيلي برؤياكي، تقولي لي بالليل؟ ماشي، عشان خاطر عيونك انا هستناك بالليل، ما دام انت مصره تسلمي على اولادك. عناية ليكي ولولادك يا لافلي. كنت اقعدي لبكره كمان؟ ده انا حتى كنت ناويه ارجع من الكليه بدري عشان اقعد معاكي. انا مش هتاخر عليكم، انا هفضل رايحه جايه عليكم. هو حسام فين؟ لسه ما جاش. يمكن في حاجه اخرته، ابقي سلمي لي عليه. طب يلا قومي علشان اوصلك. يلا. هتوحشيني يا حبيبه ماما. انت اكتر يا ماما. والله ما كان في داعي للي بيحصل ده، بس هنعمل ايه؟ اللي حصل حصل. اسمه نصيب يا رياض. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. يعني هي ماما مسافرة؟ ده احنا بينا وبينها 10 دقايق بالعربية. إذا ده كفاية إنها ما بقتش عايشة معانا في نفس البيت. طب بس يا حبيبتي يلا قوم، قومي يا حبيبتي اغسلي وشك كده وغيري هدومك، وأكيد بقى سرياد لما هيرجع هياخدنا سهرنا معاه. مش عايزة، أنا داخلة أنام. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عارفة بس إيه اللي عملتيه في نفسك دوت يا بنت الحاجة أبو الفضل.
الست والكلام جاي على الجرح. على الجرح؟ الحمد لله على السلامة. ايه وصلت امتى؟ اول ما كلمتك يا لافلي. يا ست الستات، ازاي عيالك؟ كويسين؟ عيالي بيبوسوا الايادي يا ست الستات. ها نمت فين بقى اليومين اللي غبتهم؟ بتسألي ليه؟ يعني ايه بسأل ليه؟ انت بشجعت ولادك لطليقتك؟ نمت فين واتكلم دغري من غير لو؟ انا نمت في القنطة. لقنطة؟ علي شكلك كده مش مطمني، مالك في ايه؟ انا مالي في جيبي حبيبتي. انت بتطلع ام العيال بقالك قد ايه؟ من سنين طويلة. يعني كام سنة كده؟ يجي لها 5 سنين كده. يا راجل يا كذاب، انت مش قايل لي من 8 سنين؟ انا قلت كده؟ ايوه، ما امرت ما قلت ان ورقة الطلاق ضاعت وعملت بدل فاقد. بقى ما هو من كتر المشاكل ووجع القلب انا طلقتها 3 مرات، كل كام سنة مرة. السنين دخلت في بعضها بقى. يا سلام، في بعضها. انت هتاكل بقى على حلاوة ولا ايه؟ انا عارف ايه اللي جاب السيرة النكد دي. تعالي تعالي بس يا حبيبتي، تعالي احكي لك عملت ايه في الكام يوم اللي انا كنت غايبهم عني. يا اخويا اوعى. الست الناصحه يا نبيله تلمي ما تبعزقش. وانت شايفاني ببعزق في ايه بس يا امي؟ انا ما قلتش كده، انا بقول تلم على قد ما تقدري، يعني لما تلاقي حماتك تشد. ايه رخنتي؟ اعتبريها انا، يعني لو انا قلت لك كلمه وحشه هتعملي معايا ايه؟ هستحملك طبعا. خلاص اعملي كده مع حماتك. والله ما برد خالص يا امي، بسكت وبكتم وكانها ما قالتش حاجه خالص. جدع، وتعالي على نفسك كمان، رضيها وحيليها. وما دام جوزك بيحبك وبيرضيكي يبقى لازم ترضيه في امه. رضيها يا ضنايا، دي مهما كان هتبقى جده اولادك، وعشان رياض يهون كل شيء. رضيها يا حبيبتي عشان ربنا يرضى عنك. صح يا امي، عندك حق، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. انت اللي دايما بتنصحيني وبتصبريني على نفسي. ده انا باجي عندك نار بنزل رماد. بقولك يا روبي، ما تفكرينا كده في مكان رومانسي وحالم نروح انا وانت سوا دلوقتي؟ لا روح انت، انا مش فاضي. مش فاضيه؟ ايه البواخه اللي انت فيها دي؟ بابي جاي يزورني النهارده الساعة 5. بابي؟ في واحده في سنك والنبي تقول بابي؟ يا شيخه كبري. أكبر إيه؟ ده بابي يا حبيبي. أولاً هيحرمني من مصروفه على طول، غير بقى محاضرة الأدب والتربية اللي هيقعد يديها لي. محاضرة الأدب؟ ده بأمارة إيه؟ ها؟ هو بيسأل عنك أصلاً؟ أرجوك يا حسام بلاش كلام في الموضوع ده، علشان أنا على آخري. بس يا بنت بلاش عبط، بلاش مود النكد اللي بتحبي تعيشي نفسك فيه ده. أنا نكدية يا حسام؟ يعني قصدي بلاش تعيشي لي دور الشهيدة. أنت وعادك عند جدتك جاية على هواكي قوي. ليه بقى؟ كده انت عايشه لي دور المحرومه من الاسره وبابا وماما، لكن انت بقى في حياه الامر مستريحه جدا من قيود الاسره. لحد بيقول لك رايحه فين ولا جايه منين، بتخرجي وقت ما انت عايزه وبترجعي وقت ما انت عايزه، محدش بيسالك ولا بيلاحقك بالاسئله، عايشه الحياه ببساطه يعني فري. لا يا فرويد افندي، تحليلك غلط. مفيش بنت في الدنيا تحب تعيش العيشه اللي انا عايشاها دي. ام ميته واب متجوز. أنا كمان نفسي أتسأل في الدخلة والخارجة، نفسي يبقى لي عيلة. لما الدخول والخروج مش هما المهم يا حسام. طب ما هي أختك منال بتدخل وتخرج زي ما هي عايزة، والناس بتتكلم عليها برضو، لكن يجي لغاية عندها ويسكتوا لأن عارفين إن ليها أهل مربط. إيه ده، أنت اتجننتي يا بنت أنت؟ إيه التخريف ده؟ مين ده اللي استأجر يجيب سيرة أختي؟ وبيقول إيه؟ بقول بحبك، بحبك يا منال. وانا اعمل لك ايه؟ ما كتير غيرك بيحبوني. بعدين انا هحب كل اللي هيحبوني بقى ولا ايه؟ لا بس انا بحبك اكتر من اي حد في الدنيا. انا مستعد اعيش طول عمري تحت رجليكي. كلهم بيقولوا كده، خلاص ما بقاش الكلام ده يفرق معايا. افهم من كده ان قلبك مشغول بحد تاني من بره الجامعه؟ بقول لك ايه، لا بره الجامعه ولا جوه الجامعه، انا قلبي ده مقفول ومكتوب عليه مغلق للتحسينات.
اطلع من دماغي بقى. باي. مغلق للتحسينات. ماشي. هاي يا موني. هاي يا سهى، ازاي؟ هاو ار يو؟ فاين يا جميل. عم بدور عليكي من بدري، قلت يمكن تكون طلعتي محاضره، بس قلت مش معقول بقى، من امتى الالتزام ده؟ لا انا نزلت كافيتيريا بس كنت بدور عليكي برضو، شربت نسكافيه وقلت انت اكيد هتيجي. طب ما تيجي نخرج النهارده. لا مش طالبه معايا خروج. ليه؟ فكري في اي مكان على مزاجك واحنا نروح. سهى انا زهقت، ما بقاش في جديد، كل الاماكن بقت شبه بعض. الحاجه الوحيده الجديده ان احنا نسافر، بس حتى السفر مش عارفه نسافر فين. طبعا اذنكم يا جماعه. ايه مالك؟ مودك ماله؟ الواد اللي اسمه عادل ده خلاص كرهني في اليوم اللي اتولدت فيه. كذابين. هو ده بيحس؟ ده واد بارد. قلت لك قبل كده من الاول ما نصاحبش اي حد من الاقسام الثانيه، اما من انجلش اما بلاش. يا سلام، ويعني انا اللي بروح اصاحبهم يعني؟ ما هم اللي بيجوا يتلزقوا. خلاص احنا نبعد رانيا وعادل دول عن الجروب بتاعنا خالص. هيحصل. المهم بقول لك ايه؟ قولي يا مون. انا عايزه اسافر بقى يا سهى، انا زهقت قوي. خلاص فكري واقترحي وانا معاكي. طيب انا هرتبها مع حسام اخويا عشان انا عايزاها تبقى سفريه كام يوم كده، وطبعا لو ما خدتش حسام معايا هيقعد يقرفني ويطلع روحي. رحله ايه وبتاع ايه؟ مش كفايه الكلام الزفت اللي بسمعه عليكي؟ كلام؟ كلام ايه ده بقى ان شاء الله؟ والله ما اعرفش، اسالي نفسك. شوف انت بتعملي ايه، ولا عاوزاني امشي وراكي مخبر؟ طب لو عندك الشجاعه حسام تقولي ايه الكلام اللي اتقالك ومين اللي قاله لك؟ مالكيش دعوه. بصي بقى يا منال، انا هعرف ازاي امشيكي على عجين ما تلخبطيهوش. شيخ روحي اتواكس، لما تبقى تبطل صرمحه انت والست الحاب بتاعتك المحترمه، ابقى تعالى كلمني. انا الحاب دي ما تهمنيش اصلا، دي مجرد صاحبه، وبعدين انا راجل اعمل اللي انا عايزه، معلياش لوم. لكن انت يا هانم اي كلمه عليكي تمثلنا كلنا. ايه يا جماعه في ايه؟ صوتكم جايب اخر الدنيا. لا كفايه الشر، مالكم؟ الست الهانم عايزه تطلع رحله اسبوع او 10 ايام وتبات لوحدها كمان. يا منال دي مده طويله قوي. ما انا بقول للبي يطلع معايا. طب ما خلاص، ما هي عايزاك معاها اهي. مش طالعه كده. طيب منال تعالي، هتعملي ايه يا حسام؟ يا حسام بالراحه، لو مش مقتنعه بحاجه اتكلم معاها بالراحه، طول بالك شويه يا بلبل. انت ما تعرفيش منال دي بنت عنيده ومدلعه، وللاسف ماما عودتها ما ترفضلهاش طلب، خدت ان اي حاجه تطلبها تبقى مجابه مهما كانت. لكن خلاص النظام ده ما عادش هينفع، كبرت بقى وسيرتها هتبقى على كل لسان. قطع لسان اللي يجيب سيرتها، دي بنت متربيه وكل الناس بتحلف بادابها. والنبي تسكت انت يا دادا، انت ما تعرفيش حاجه، انت قاعده هنا في البيت ومش عارفه ايه اللي بيحصل بره. انا كلمت ماما ووافقت ان اطلع الرحله ولوحدي كمان، بس ابقى اكلمها اطمنها عليا. الهي دمك يتحبس يا حسام عشان تخرج كده، ما تجيبش منطق تاني. بعد الشر ان شاء الله اللي بيكرهوه. عيب تقولي على اخوكي كده، عيب. بقى ماما وافقت. طب وديني يا منال انا رايح لها، وان طلعت الرحله دي انا مبقاش راجل ومش هتشوف وشي تاني. تعالي يا منال، تعالي انا عاوزاكي. هو ايه اللي بيحصل ده؟ تعالي بس اقعدي. ممكن بقى نقعد ونتكلم بالعقل؟ هنتكلم في ايه بس؟ انا عايزه اعرف حاجه، انت لما حبيتي تطلعي الرحله دي ايه اللي خلاكي تفكري تاخدي حسام معاكي؟ حق عليا، حسيت انها هتبقى بايخه لو بيت بره البيت اسبوع لوحدي. طب انت صاحبه الموضوع وحاسه انها بايخه، يبقى هو بقى عنده حق لما يتضايق ويزعل من الكلام اللي سمعه. طب ما انا قلت له يجي معايا. يا حبيبتي كان متضايق وكان متعصب، كان لازم تستني شويه عليه لغايه بكره، وبعدين تكلميه بالراحه وبهدوء، كان هيوافق على طول. عموما خلاص انا ما بقتش تفرق موافقته معايا، ماما وافقت. ما ينفعش يا منال، عايزه رايي بلاش. ليه؟ لانه ما يصحش ابدا بنت زيك تبات بره البيت الايام دي كلها لوحدها. هقول لك حاجه، احنا لما قطعنا شهر العسل انا والرياض عشان ماما كانت تعبانه، هو وعدني انه يعوضها لي في مره تانية. فايه رايك انا هفتحه في الموضوع وهنسافر كلنا ونبقى مع بعض، انت وحسام، وكمان هناخد دادا فاطمه معانا. ايوه بس انا كنت عايزه اطلع مع اصحابي. يا حبيبتي اطلعي مع اصحابك ما فيهاش حاجه، احنا هنحصلك تاني يوم وهنبقى كلنا سوا وتبقى عيننا عليكي بالمره. ايوه بس انا كنت عايزه اروح شرم. يا ستي شرم وماله، رياض مش هيقول حاجه. ايه خلاص اتفقنا؟ اتفق، بس مفيش سفر قبل الامتحانات ما تخلص. الامتحانات ده لسه ولا 3 شهور على الامتحانات. يا فلحه مش بدل ما تقعدي اسبوع يبقى نقعد براحتنا لغايه ما تزهقي؟ لا خلاص، يبقى اطلع انا يوم مع اصحابي ونطلع السفريه الطويله دي بعد الامتحانات. يا حبيبتي ربنا يكملك بعقلك، انا هلحق بقى اكلم حسام قبل ما يروح لماما ويعمل مشكله. ها معقوله يا ماما؟ يعني بعد كل الكلام اللي شرحته لحضرتك ده ولسه مش عارفه فين هي المشكله؟ طالما قالت لك تعالى معايا بقى عدها العيب. يا ماما بقى واحده في السن.
الو هيا موني. هيا حبيبتي، وانت كمان وحشيني. بتقولي ايه؟ صرفت نظر عن الرحله؟ طيب يا حبيبتي زي ما انت عاوزه، وانا كمان ببوسك. لا اله الا الله. شايف هي اللي قالت لا اهي. احسن كده صح. جري يا جميل، الشغل هاخدك مننا ولا ايه؟ ايه دخل على سويقه؟ الناس تقول عليا ايه؟ هيقولوا ايه يعني؟ راجل بيدلع الست بتاعته. قلت لك اخلص خالص، ده قطع نفسك، ما حدش يعرف الموضوع ده هنا. انا ماشي يا ماما. الله، ايه يا باشا؟ هي اذا حضرت الشياطين ولا ايه؟ بعد اذنك يا ماما، عندي مواعيد ولازم استاذن. لا ما يصحش، انت لازم تتعشى معانا. ما تقولي لي يا ست الستات. بس اسكت انت. خلاص يا حبيبي، روح شوف مواعيدك وما تخانقش مع اختك، وانا اكلمكم بالليل اطمن عليكم. ماشي يا ماما، ربنا يخليك. سلام. مع السلامه يا باشا. الف سلامه يا باشا، الف سلامه. اما انا بقى اعمل لك حته مفاجاه، جايب لك حمام وكباب موهوي كده، حطه في العربيه عشان نتعشى سوا. ما هو اسمع بقى، شويتين بتوعك دول مبطل تعملهم. اوعى تفكر انك هتدبسني عشان الناس تعرف اللي بيني وبينك. لا، فوق لروحك احسن ما فوقك. براحتك يا جميل، انا بقى هروح اتعشى واتبسط وانت براحتك. سلام سلام يا لافلي. لافلي ده تكنيلة على تقل دمك سم. تعالي هنا، انت رايحة فين؟ ده انت نهايتك هتبقى على ايدي. الحين يا حسام سيبيني. ايه ده ايه ده ايه ده، يخرب بيتك انت بتعملي ايه يا مجنونة انت؟ بصي يا بنت، انت انا ما بحبش حد ياخد مني حاجة. حاجة ايه يا بنت وانا باكل بسكوت؟ اوعي يا مجنونة انت، سيبيني اوعي. اسيبك ايه ده، انا هموتك النهاردة. يا بنات يا بنات، ما تقطعوش نفسكم عليا. اوعي يا اخي، ما تحوش بدل ما انت واقف تتفرج كده. اوعي بقى. بس كفاية، حرام عليكم، فضحتونا، الناس هتتلم علينا. لازم اخليها تقول حقي برقبتي. انت قولي خلاص، مالكيش دعوه بيه. هي لازقه يا تلمى، هو مش عايزك. يعني عايزك انت يا اختي؟ مش عايز حد فيكم، ولا وعدت حد منكم بحاجه. في ايه؟ كذاب، انت قلت لي انك هتخطبني. كنت نايم، رجعت في كلامي. في حاجه؟ هو لما شافني حبيني انا وسابك انت، ايه بالعافيه لازقه؟ بقول لك ايه منك ليها، انا ما بحبش حد، فاهمين؟ ما بحبش حد. وبعدها لك مالك ومالنا، دنيا حالك فوق احتمالنا. وبعدها لك مالك ومالنا، دنيا حالك فوق احتمالنا. ولا صنت مالنا ولا جمالنا، بس احنا لسه حاضنين امالنا. وملنا في الحب لو شملنا. نحب روحنا الحياه تاخدنا في حضنها والحنان يسودنا. نحب روحنا الحياه تاخدنا في حضنها والحنان يسودنا. وقد ما ندي قد جودنا، يجود وجودنا ويطيب عملنا. وبعدها لك مالك ومالنا. ولا جمالنا، بس احنا لسه حاضنين امالنا. وملنا في الحب لو شملنا. ونحب ناسنا الحياة تزيدنا حياة، وناسنا تاخد بإيدنا. ونحب ناسنا الحياة تزيدنا حياة، وناسنا تاخد بإيدنا. ينفك إيدنا والنور يقيدنا، ويقيم ساعدنا الجنة في رمالنا. وبعد ذلك مالك ومالنا. ولا صمت منا.
وشمال.